تعالى تاني في الدور التحتاني. حلو ناكل لحمه ضاني ونحل بالدهان. يا سلام، هو ده رايك ستموني يا عتة المؤلفين يا مكيفة؟ ادي الكلام اللي جيب فلوس. لا ولسه لما تسمع الغنوة التانية كمان يا عم مزجاني قول. الله مش لما نكمل دي، دي في الاوكي الجواب بيبان من عنوانه. خش على التانية. اسمع يا سيدي، قول يا ستموني قول. يا حلو بالك للبدن اول ما جابت قشرتك يا عيني، احرم عليا محبتك وراح اتوب عن سكتك. يا سلام، القلب منك مليان جد والصبر من قلبي تنافى، وضاع معاك كل الصفا ضيعته بعندك يا افا. اه يا افا يا افا. اه يا افا، ما هو ده التقدير. طب انا راضي ضميرك، عمرك سمعت ايتها حد جاب سيره الافا في ايتها غنوه؟ لا، كلهم يا اخويا بيغنوا لي على العيون والرموش والبق والشعر، مع ان الافا ده مهم جدا. معاك حق، هو الافا دايما مظلوم مع انه بيتحمل كتير قوي في الزمان ده.